أبهر المجتمع التركي حقيقة بطريقة غاية في الإبداع بتعليم اللغة الإنجليزية. الأستاذ محمد يقوم بتطوير اللغة الإنجليزية ودمجها مع الموسيقى لتكون سهلة وممتعة للمتعلم في مدرسة أجيال نينوى وعدد أيضا من المدارس التركية المحلية والدولية. نعم بلال، يقول الأستاذ محمد أنه كان يعمل كل هذه جهود للحفاظ على الهوية العربية والشخص المثقف العربي وتطويره في زمن النسيان، وخاصة في وقت الألم والأمل، هذا هو شعاره يقول الأستاذ محمد. محمد شكور الغناش الآن معنا عبر الفيديو للحديث عن نشاطه الكبير. يسعد صباحك أستاذ محمد وأهلا وسهلا فيك. بالهلي، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ والله بخير الحمد لله، الله يعطيك ألف عافية يا رب. لو بتحدثنا أستاذ محمد لمحة عن حضرتك، نعرف عن نفسك أكثر ونخبر المشاهدين والمستمعين بشكل أكبر عن حضرتك. نعم، محمد شكور الغناش هو مدرس باللغة الإنجليزية في مدرسة أجيال نينوى، أقرأ العديد من المدارس التركية والدولية، عمل على تطوير اللغة الإنجليزية ودمجها مع الموسيقى تكون سهلة وممتعة للمتعلم مهما كان وأينما كان. بدأ المشروع ذلك منذ 10 سنوات، استمر المشروع سنوات طويلة، لكن منذ السنة الماضية وحتى هذه السنة قمنا بحصد هذه الثمار وتطبيقها على أرض الواقع في الصفوف، سواء كانت مدارس عربية أو تركية. ما شاء الله. أستاذ محمد، يعني اسمك ارتبط وأصبح ترند حقيقة الأسبوع الماضي من خلال النشاطات الإبداعية التي تقوم بها بتعليم ليس فقط الأطفال وإنما أيضا الكبار، تعليم اللغة الإنجليزية. نحن تعلمنا اللغة الإنجليزية على مدار تقريبا الدراسة وفي الجامعة، لكن كيف لي أن أتخيل الأستاذ محمد وهو يعلم اللغة الإنجليزية بالطريقة الفريدة من نوعها؟ هذا السؤال جيد أولاً. ثانياً، عملية تعليم وتعلم اللغة تعد من أصعب وأشق العمليات التعليمية التربوية. نعم. يعني الطالب يعني كمتعلم اللغة هناك صعوبات عديدة، منها صعوبات المدرس اللي يحتاج إلى كفاءة، عدم وجود الكفاءة المناسبة، التدريب المناسب، صعوبات الطالب اللي يواجهها في الدرس، مثلاً الحافز أو الدافع لهذا الطالب. ثلاثة، طريقة وضع المنهج وآلية وضعه، هل هذا المنهج كافي؟ هل هذا المنهج مناسب للأعمار، مناسب للطالب والشخص؟ نعم. وأيضا صعوبة المنهج الذي لا يتناسب مع الوقت الحالي، أيضا هذه نقطة مهمة أيضا. وإمكانية الطالب الآن لديه منهج لكن ليس لديه آلية وإمكانية تعبير اللغة واستخدام التعبير اللغوي الصحيح بشكل جيد في المكان المناسب، سواء كان في البيت أو في المنزل أو في الشارع. العملية التي أقولها نعم. هي دمج اللغة بشكل نعم. بسيط مع موسيقى بسيطة تكون ممتعة، ونقوم على هذه الجهود مع كادر مدرسة أجيال نينوى، أرغب بتوجيه التحية لهم أيضا، اللي هم أستاذ فراس وأستاذ وعد وأستاذ ما شاء الله وأستاذ فيصل عموم، أيضا قامة كبيرة في مدرسة اللغة الإنجليزية، وأستاذ سليمان وأستاذ عبد الوهاب وأستاذ عبد الإله وأستاذ طيبة وأستاذ سمياء، وايضا مع باقي المدرسين الاتراك. حاليا المشروع الاكبر هو تسجيل منهج خاص بمتعلمي اللغه الانجليزيه اللي هم English for a second language or English as a foreign language، مع قامه علميه كبيره تركيه مهتمين بالموسيقى والتعليم، لتكن ذات هدف وبسيطه، ملحن بسيط مع طريقه مضحكه مرحه لتصل الى اكبر عدد من الناس، لان الموسيقى هي لغه جميله، يعني نعم. لغه عالميه يفهمها نعم. مهما كان وينما كان، انا افهمها وانت تفهمها. صحيح صحيح استاذ، بالفعل يعني استاذ محمد، نحن هي الطريقه الفريده من نوعها، هالمهارات اللي حضرتك عم تستخدمها اكيد بالتدريس مثل ما ذكرت بالمدرسه اجيال نينوى او حتى بالمدارس الثانيه وبالاماكن الثانيه، كيف عم تكون ردود نعم. فعل الاتراك تجاه هي المهارات وهي الطريقه المميزه؟ ردود الافعال كانت متفاوته، يعني كانت هناك ايجابيه، يعني هاي الطريقه ليست لكل الأشخاص يعني، لكن هناك عقبات، هناك إيجابيات، هناك سلبيات أيضا، والإيجابيات أركز عليها بشكل جيد، وأيضا نقاط الضعف والنقاط السلبية أيضا قمت بتطويرها بشكل تدريجي مع زملائي الذين يعني كانوا متعاونين ودودين وكتفا بكتف نعمل مع بعض لتطوير هذه الفكرة وهذا المشروع وإنشاء منهج تعليمي بشكل عام
ومنهج خاص باللغة الإنجليزية بشكل خاص. ما شاء الله. لكن أستاذ محمد، يعني أنت تعلم بأنه تعليم اللغة الإنجليزية بحد ذاته هو تخصص، يعني هو تخصص يدرس في الجامعات كيف تعلم اللغة الإنجليزية، وأنت ربما أتيت بطريقة لم تدرس في الجامعات، وإنما هي طريقة إبداعية، طريقة مبتكرة. ألم تواجه بعض النقد والنقد يعني بسقفه الأعلى، النقد البناء، وبحده الأدنى نقد لغاية النقد بأنه من أين أتيت بهذا؟ يعني ما وجدنا بهذا في أبائنا الأولين، يعني كيف استطعت أنك تتفاعل مع هذا النقد؟ يعني لا توجد أي مشكلة، يعني أولا. ثانيا، طالما الطالب أو المتعلم يشعر بالمتعة، يشعر بالسعادة، يشعر بالتعلم، يشعر في نتائج إيجابية، لا توجد أي مشكلة هناك التعليقات. يعني أعتبر أيضا في طريقة التدريس، يعني المنهج التقليدي اللي نتعلمنا في المدارس، سواء كان مدارس في بلدنا أو في تركيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو كندا أو أي مدارس أخرى حول العالم. لكن طريقة التي أستخدمها أيضا هي مزج ما بين التعليم التقليدي والتعليم العصري ما يتناسب مع الوقت الحالي. يعني جميل. الآن هو الصورة، هو الموسيقى، الآن هو عصر لغة الشاشة، لغة الكلمة، لغة الموسيقى اللي يفهمها الجميع، كبير صغير، حتى المحمد بصرير. يعني يا سلام. التعليم التقليدي بالإضافة إلى التعليم العصري يصبح عملية إبداع راقية وجميلة. جميل جدا. نعم بالفعل أستاذ محمد، دائما مثل ما قلت. بالنسبة للتعليم، تفضل. بالنسبة للتعليقات السلبية، نعم، يعني لا توجد أي مشكلة، لا نخاف من الموت بقدر ما نخاف من النسيان. يعني لا توجد أي مشكلة. يعني نعم، دائما الشخص الناجح دائما بيتعرض لانتقادات، وهي بتكون دائما بصراحة دافع بالفعل لحتى يقدم أكثر وأحسن. إذا بدنا نحكي أستاذ محمد، لحتى نكون بسياق الشفافية والوضوح والصراحة، هدفك من هذا من هي الطريقة بحد ذاتها، طريقة الإعطاء وطريقة التقديم وربطك الإعطاء بالموسيقى وأمور أخرى، هل هو زيادة شهرة أم عند الأستاذ محمد غايات وأهداف أخرى سامية؟ السؤال جيد أيضا. أعتقد أن الشهرة يعني ليس في تاريخ العالم إلا العظماء أولا. ثانيا، أن الشهرة حمل ثقيل، يعني فمهما قدمنا من إنجازات أو قدمنا من صورة إيجابية في الوقت الحالي، فيتوجب علينا الآن تقديم صورة أفضل، صورة أكبر، صورة أجمل، لتقديم المزيد والمزيد. ليس المهم الهدف، أعتقد المهم السير نحو الهدف. ما شاء الله. أستاذ محمد، إذا أردت أن أتحدث عن الشعر، حضرتك أثناء التعريف ذكرنا بأنك تكتب الشعر باللغة الإنجليزية، يا ترى هل هذه موهبة شعرية أصلا موجودة عند الأستاذ محمد، أم أنه مهارة لها علاقة فقط بتعليم اللغة الإنجليزية؟ طالما منذ الأزل، يعني كانت القصائد والشعر والأغاني هي روح البشرية. نعم. يعني الشعر هو، يعني مهما كان الكتاب مكثف أو طويل أو حجم المقالة كبير، لتصل في بيت شعري مثلا تسهل حفظها، تصبح سهلة. يعني بالنسبة للشعر، أعتقد يعني الشعر بالنسبة لي شخصيا هو عبارة عن الانضباط والكرم المعرفي، وبالإضافة إلى الاهتمام، فهذا هو موهبة مع اهتمام وبراعة كافية لنصل إلى مستوى المطلوب حول العالم في مجال الشعر. جميل. ما شاء الله. بصراحة أستاذ محمد، نحن متحمسين بالفعل نسمع شيء من وتشاركنا بشيء من بعض أعمالك الشعرية باللغة الإنجليزية. رح نتابع سوا متابعينا فيديو لأعمال الأستاذ محمد، وبنرجع لنكمل لقائنا أكيد.
محمد، أنت معنا الآن، شاهدنا هذه المقاطع وشاهدنا هذا التفاعل بين الطلاب وبين حضرتك، لكن دعني أقول يعني لو أردنا أن نتحدث عن رسالة ربما تحب أن توجهها للمعلمين. نعم. في ظل هذه الظروف. رسالتنا ظروفنا الآن صعبة، ظروفنا استثنائية يعني، لكن في هذه المرحلة تحتاج إلى بعض الأشخاص مثلنا ومثلكم لنقصوا الإيجابية للعالم. رسالتنا ليكون التعليم مرحا له روح كروح الموسيقى تحت شعار التعليم أولا. رسالتنا ستكون التعليم أولا، وإنني أؤمن بأن التعليم هو حق للجميع مهما كان وأينما كان وفي أي زمان. وأؤمن بمقولة أؤمن بها كثيرا وجدا بشكل بقناعة تامة، أنه لا مستحيلة تحت الشمس. نعم. أختم بذلك يعني، لا مستحيلة تحت الشمس. بالفعل. طيب أستاذ محمد، الأستاذ محمد شكور الغناش عم يعمل حاليا على إخراج فيلم لتوثيق قصص النجاح لدول الحروب والنزاعات، وحتى أكيد تنقل الصورة الإيجابية بشكل خاص لدول الحروب، خاصة حضرتك طالع من منطقة حرب ودولة عم يصير فيها نزاع ونزاع وحرب مستمرة إلى حد الآن. دور أو نحكي شوي أكثر عن هذا الفيلم، وخاصة أنت عم تعزز في الصورة الإيجابية وعم تأكد فيه حسب قولك لدول الحروب وبلاد ما بين النهرين، تخبرنا عن هذا الفيلم. نعم، الفيلم هذا يتناول 50 دقيقة، مدته 50 دقيقة، يتناول قصص من سوريا العراق وأي شخص تم تهجيره أم تم تشرده، يعني يرجع التاريخ، أول شخص تم تشرده إلى الأرض هو سيدنا آدم، يعني هذا كان أول شخص نزل يعني، فبدأت قصة الهجرة من هناك يعني. فالموضوع تناول جوانب تاريخية، جوانب ثقافية، جوانب إبداعية، جوانب تعليمية، لنقل صورة هذول الأشخاص. كل شخص منا حكاية، أنا لي حكاية، أنت لكم حكاية، والأشخاص حكاية، وكل شخص يعيش في هذه الأيام له حكاية، ما كمان تكون إيجابية وتكون سلبية. فنقوم بنقل وتوثيق هذا الشيء بعيدا عن السياسة، لنقل الصورة الإيجابية للعالم، وإن شاء الله يكون المشروع مع قناة أمريكية فرونت لاين. نعمل على ذلك بجهد كبير، قد يستغرق وقت لكن نحن ماضين في طريقنا إن شاء الله. أستاذ محمد، كانت زميلتي هلا قد تطرقت وسألتك إذا كان بالإمكان أن تلقي علينا شعر باللغة الإنجليزية حقيقة، ثم بعد ذلك طلعنا بالمقطع. صحيح، متحمسين. يعني حبذا لو أنه تعطينا هيك مقطع شعري باللغة الإنجليزية وتشرح لنا معناه. القصيدة هي Word Still Words، تبقى الكلمات كلمات، تم نشرها في بريطانيا وحصلنا على جائزة شعرية كبيرة فيها. تبدأ القصيدة: The glass reflects your beauty through the sky. Without you the land is dry. Let the people see your smile and die. Otherwise, they should cry. You charmed them from high. Oaks wait you to pacify. The men see you and want to try. The women are girls with you. Why? You sit and watch them with your eye. Where can I find you, my mistress, in my own kingdom high? Thank you. جميل، رائع، خلاب. ما شاء الله. انا لانه انا يعني فهمت المعنى بس لانه الصوت متقطع، حبذا لو المعنى في قلب الشارع. ايوه المعنى في قلب الشارع. نعم، توضح لنا في قلب الشارع، توضح لنا للسادة المتابعين اللي عم يتابعونا. هذا المعاني التي ذكرتها باللغة الإنجليزية بترجمها للعربي لو سمحت. بشكل عام اي عمل يترجم الى اللغة العربية او عمل انجليزي يترجم للغة العربية او عمل العربي يترجم للإنجليزية يفقد قيمة من القيمة الفنية، لكن قدر المستطاع سأقول لكم اول بيتين لها يعني، ولكن الكاتب الجيد يقوم بالكتابة، الكاتب او الشاعر او الروائي الجيد يقوم بالكتابة، واذا الناس القراء يحكموا بذلك، هل تذوقوا هذا الشيء بشكل إيجابي؟ هل كان لديهم فهم لهذه النص وهذه الكلمات؟ وغالباً بالنسبة للموسيقى أيضاً يعني بشكل عام إحنا لما نكون سعيدين نفهم أو نستمتع باللحن الموسيقي، لكن عندما نكون يعني نوعاً ما من عدم السعادة نفهم الكلمات. فأيضاً عملية معقدة ما بين المزج ما بين اللغة والموسيقى. نعم. بالنسبة للقصيدة اللي هي أول بيتين ترجمتكم إياها، يعكس الزجاج جمالك عبر السماء، من دونك الأرض جافة، دعي الناس يروا ابتسامتك ويموتوا غيظا، أين يجدك هل أنت في السماء السابعة؟
ما شاء الله، جميل جدا. جميل جدا. طيب بصراحة أستاذ محمد، نحن حابين هيك نعرف من حضرتك الأشعار يلي حضرتك عم تكتبها على أي مجال عم يتم تركيزها، على ممكن على جوانب عاطفية، جوانب ممكن أحيانا عم تمرق فيها مواقف حزينة، مواقف مفرحة، شو هن طبيعة الأشعار اللي عم تكتبهم؟ ايضا السؤال جيد جدا. الكاتب الجيد يكتب ويدع الناس يقررون، يعني انا نعم ليس لدي نمط رومانسي او نمط كلاسيكي او نمط متعدي للقوافي، متعدي خارج عن النصوص. اكتب ويدع الناس يقررون، يعني مهما كانت في امريكا او في بريطانيا او في تركيا او في العالم العربي ايضا. يعني نعم ما شاء الله. طيب. استاذ محمد، يخطر ببالي الان سؤال مهم. هذه الابداعات التي قمت بها الان واشتهرت بها ما شاء الله تبارك الله، ظهرت هنا من قبل اثناء تدريسك مثلا في الوطن قبل ان تاتي الى حضرتك الى هنا مثلا، لماذا لم تكن هذه الابداعات ظاهره مثلا، او لم تكن بهذه الصوره، ام كانت ولكن لم يسلط عليها الضوء؟ كانت لكن لم تكن بذلك المستوى الكبير، ولم تكن بذلك المستوى المتطور، ولم يكن على مستوى التعاون مع عديد من الأشخاص حول العالم. يعني الفكرة بدأت منذ 11 سنة تقريبا، لكن الآن تبلورت منذ السنة الماضية وحتى الآن تبلورت هذه الفكرة بشكل ملموس وحققنا فيها نتائج. يعني لما تعاوننا بشكل كبير في مدرسة الجنين ومع الكادر المتميز والرائع والأستاذ أيضا حازم الذين ساهم بكثير من التصاميم الكتبي والملخصات، أستاذ حازم البيات موجه له أيضا تحية في إسطنبول، شخص مبدع أيضا ومتميز في عمله، أيضا هذا الكتاب الذي أيضا قمنا بتطوير الإنجليزية في أيضا، لأنه لديه أيضا منهج خاص بذلك الشيء. ممتاز. كنت قد أحتاج التعاون مع العديد من الأشخاص ورؤية وتجريب الكثير من الأشياء لنصل إلى نتيجة. اها ممتاز ممتاز. إن شاء الله. إيجابية طبعا. شيء جميل حقيقة. لفتة جميلة أستاذ محمد. نعم صحيح. طيب أستاذ محمد، بصراحة ما شاء الله نحن استشفينا من هذا اللقاء القصير وهالمقابلة اللطيفة، عند حضرتك روح مرحة عالية جدا وطاقة إيجابية كبيرة. ما شاء الله. هل هذا الشيء مرتبط بالشعر بشكل خاص؟ طبعا معد البرنامج عم يأكد علي أنه يسألك هذا السؤال. بشكل عام يعني في مثل يقول أن الطائر المذبوح يرفس من الألم عفوا. فأنا أسألك الطائر أرفرف هنا وهناك، يعني لنقل أننا ننقل صورة إيجابية للعالم. كلنا نمر في ظروف صعبة، بمشاكل، بأزمات، بظروف معينة ونكسات، المهم ذلك نكسات يعني أو اضطرابات، لكن لا مستحيلة تحت الشمس. جميل جدا. أستاذ محمد، هذا السؤال المخرج اللي سأل اللي لا مستحية تحت الشمس. نعم. أستاذ محمد، يعني أثناء عملك وتقديمك لهذه الإبداعات والتي كما ذكرت حضرتك تقوم بتطويرها بالتعاون مع أفراد أيضا يؤمنون بنفس الفكرة ونفس الهدف، عندما تريد أن تقيس التقدم المحرز، التقييم الذي حدث بين كل فترة وفترة، ما هي النتائج التي تصل إليها؟ النتائج أن يكون المتعلم قادر على استخدام اللغة بشكل صحيح وبشكل لغوي وسواء كان رسمي أو أكاديمي بشكل صحيح أولا. ثانيا جعل اللغة أو عملية التعليم عملية ممتعة ورحة ترفيهية فقط، مثل ما تشاهد فيلم وتستمتع به وتكون من البداية إلى النهاية أنت مندمج بهذا الفيلم أو بهذه الأغنية. نحن نعمل على ذلك في مجال التعليم مع كادر مدرسة الجانين المميز، موجه لهم تحية من هنا. ألف تحية لك أستاذ محمد، وبإذن الله سبحانه وتعالى الله يخلي لك يا رب ويبارك فيك، تجد هذا الإبداع يتطور يكبر ينمو لتتحقق الفائدة وتتسع إلى أكبر نطاق بإذن الله سبحانه وتعالى. لك جزيل الشكر والتقدير أستاذ محمد الشاعر ومدرس اللغة الإنجليزية المبدع، حياك الله سيدي الكريم. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. الله على امل اللقاء بكم. ان شاء الله بنشوفك هون باستديوهاتنا قريبا كمان. اهلا باذن الله تعالى. اعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل